يكثر الحديث عن لجوء الدول المستهلكة للنفط لاحتياطياتها الاستراتيجية في خطوة تروج لها الولايات المتحدة لكبح ارتفاع الأسعار، ويمكن للرئيس الأمريكي تنسيق السحب من الاحتياطي الاستراتيجي مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية. ولكن إذا صحت مشاركة الصين والهند كما يحكى، فستكون هذه هي المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة عملية سحب من الاحتياطي يتضمن هاتين الدولتين، علما أن الهند والصين لا تتمتعان بعضوية كاملة في وكالة الطاقة الدولية، وإنما يمكنهما المشاركة في الاجتماعات وفرق العمل دون دعوة مسبقة. لكن ما هو دور وكالة الطاقة الدولية في الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية؟ تساهم وكالة الطاقة في تنسيق السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الأعضاء، وتوفر بيانات عن مستويات المخزونات. ومن بين شروط العضوية لوكالة الطاقة الاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية كافية لاستهلاك 90 يوما. وهناك ثلاث طرق للاحتفاظ بهذه الاحتياطيات، تتمثل في الاحتياطيات التجارية لدى شركات التكرير، والاحتياطيات لدى الحكومات، وتلك لدى الوكالات الحكومية. ويمكن لكل دولة أن تختار توزيع الكمية المطلوبة على هذه الفئات الثلاثة. لنلقي نظرة على الاحتياطيات الاستراتيجية لبعض الدول فيما يلي. لكن السؤال الأبرز ربما هو كيفية وصول الكميات المسحوبة من الاحتياطي الاستراتيجي إلى الأسواق. بالنسبة للولايات المتحدة، تقع مراكز التخزين بالقرب من مصافي تكرير النفط والبتروكيماويات الكبرى، ما يسمح بضخ 4,400,000 برميل يوميا. ويمكن لهذا النفط الوصول إلى الأسواق خلال 13 يوما من صدور قرار رئاسي في هذا الشأن. لكن تجدر الإشارة إلى أن القانون الأمريكي ينص على أن استخدام الاحتياطي الاستراتيجي هو لمعالجة النقص في إمدادات الطاقة وليس لمجرد كبح ارتفاع الأسعار. كذلك حتى ولو أفرج بايدن عن 35 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، وهي كميات محدودة في ظل الظروف الحالية، فيعادل ذلك زيادة في الإمدادات العالمية ب 96 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، وهي كمية صغيرة جدا بحسب الخبراء، لن تؤدي إلى تغيير ملحوظ في الأسواق. ولكن حتى ولو تم الإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي بشكل منسق مع دول أخرى، فقد ترتفع الكميات بحسب بعض التوقعات إلى 60 مليون برميل أو 164 ألف برميل يوميا على أساس سنوي، وهي توقعات متحفظة بالمقارنة مع توقعات مجموعة سيتي جروب التي أشارت إلى أن احتمالية وصول حجم السحب المنسق إلى 120 مليون برميل. مع ذلك، هذه الكميات إذا ضخت تدريجياً تبقى أقل من زيادات أوبيك بلس البالغة 400 ألف برميل يومياً كل شهر حتى نهاية 2022، وبالتالي قد لا تحدث أثر ملحوظ. أما إذا ضخت بشكل فوري، فسيكون أي أثر أو تأثير محتمل لها قصير الأمد. في الإمارات، ذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي البدء ببناء أول محطة طاقة بالهيدروجين، وأن اختبارها يجري الآن في الإمارات. من جهة أخرى، أكد المزروعي أن اجتماعات تحالف أوبك بلس ستكون في موعدها في 2 ديسمبر المقبل، وأن الاجتماع سينظر إلى أرقام الطلب والعرض الأخيرة ويتخذ قرارا بناء على تلك الحقائق. كما أكد أنه لا منطق من زيادة حصة أوبك بلس حاليا في الأسواق. على كل، للمزيد حول هذا الأخذ والرد الذي يجري بالنسبة لأسواق النفط، معي مباشرة من باريس دكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن. أهلا وسهلا بك معنا دكتور، وشكرا على مشاركتك معنا اليوم. لابد أن نتحدث عن أرقام هذا السحب من الاحتياطي، في تفاوت كبير. يعني اليوم من جهة بنسمع رقم 60 مليون كإجمالي، الولايات المتحدة 35 مليون، من جهة أخرى سيتي جروب قالت بالأمس أنه قد يصل
هذا السحب من الاحتياطي إلى 120 مليون برميل، فبالتالي هل لك أن تعطينا وجهة نظرك هنا، وكم كيف سيؤثر ذلك على الأسعار؟ أهلا وسهلا أستاذ نادين، وسعيد في الحديث مع العربية مجددا. هو الخطوة اللي تتوج لها الولايات المتحدة هي نوعا ما مدعومة بما تتعلق في الأسواق، وأعتقد أنه الخطوة اللي ستتخذونها بغض النظر عن هي المخزونات الاستراتيجية، هي في الحقيقة وضعت لمواجهة أي نقص في الإمداد في حالة الطوارئ، وعبر التاريخ تم استخدامها في مثلا في الحرب الليبية، تم استخدامها في حرب الخليج، تم استخدامها في صار كاترينا، فهي في الحقيقة وضعت للطوارئ حسب القانون الأمريكي، لكن استخدامها في الوضع الحاضر طبعا بشكل أو بآخر سيسبب نوع من التخفيض في الأسعار، لكن هذا التخفيض في الأسعار لن يكون مستدام على المدى البعيد. مقابل هذا أنه أوبك بلس عندها استراتيجية اللي هي ضخ 400 ألف برميل شهريا حتى العام القادم، لو كان هنالك في زيادة في الأسواق وهنالك في إحداث في إخلال في التوازن حسب الاستراتيجية اتخذتها أوبك بلس، أعتقد أن أيضا المجموعة قد تغير استراتيجيتها خلال العام القادم، قد يؤجلوا اللي هي زيادة 400 ألف برميل، قد أيضا يقللوا كمية الإنتاج، فأعتقد أن الخطوة اللي تروج لها الولايات المتحدة غير مستدامة في جميع النواحي، وأيضا هذا سيضر بالأخير على المخزونات الاحتياطية اللي وضعتها هذه الدول لمواجهة حالة الطوارئ حتى يتمكنوا من بناء هذه المخزونات، ستكون الأسعار جدا مرتفعة مقارنة بالأسعار التي تمكنوا من بنائها خلال السنوات الماضية. بغض النظر عن هذا الموضوع، إذا نظرنا إلى أساسيات السوق اليوم، نحن ندخل إلى مراحل لوكداونز جديدة بأوروبا، بالتالي كلام وزير الطاقة الإماراتي اليوم أنه هو لا يزال يتوقع أن تتحول السوق من نقص إلى إضافة بالمعروض سربلاس بالربع الأول من 2022، ما وجهة نظركم خاصة مع هذه اللوكداونز التي نشهدها بأوروبا الآن؟ هو اعتقد انه الانخفاض اللي حصل في الاسعار الايام الماضيه كان بشكل كبير انه هو في موجه خامسه من الوباء في اوروبا، وهنالك في اغلاقات حصلت في النمسا وحاليا المانيا وفي دول يعني قد تتضرر من الاغلاقات، فاعتقد انه هذا اللي سبب نوع كبير من الانخفاض في الاسعار. نبه لها سمو وزير الطاقه السعودي في اخر اجتماع انه لان حاليا المجموعه جالسه تزيد الانتاج 400 الف برميل، ف حيتكون كمية الإنتاج أعلى من كمية الزيادة في الطلب في الربع الأول من العام القادم بزيادة حوالي أكثر من مليون برميل، فهذا اللي يضع السؤال أنه قد المنظمة أو المجموعة تغير استراتيجيتها في العام القادم، لأنه قد يكون الزيادة على الطلب، وأيضا لأن احنا الآن في فصل الشتاء تظهر الزيادة على الطلب ليست عالية بحيث أنها أعلى من. طيب بس دكتور أشرت مرتين إلى هذا الموضوع اليوم، ولا شك أنه في يبدو اليوم مصادر من أوبك بلس تلمح بذلك إلى رويترز أنه إذا قامت الدول الغربية بالإفراج عن السحب من الاحتياطيات ممكن لأوبك بلس أن تجابه بالعدول عن قرار رفع الإنتاج ب 400 ألف برميل في اليوم شهريا، ولكن ألا يعتبر هذا تصعيد كبير جدا سياسيا؟ يعني هل ممكن أن تقوم أوبك بلس بمثل هذه الخطوة باجتماع 2 ديسمبر بالوقت اللي اليوم أسعار الغاز مرتفعة بشكل قوي جدا، وبالولايات المتحدة أسعار البنزين عند أعلى مستويات بسبع سنوات؟ لا أتصور أن المسألة هتكون لها أبعاد سياسية، لأن المسألة إحنا نتكلم هنا عن موازنة الأسواق، لو كان هنالك في فائض في الأسواق هذه اللي هي الأساسيات اللي تعتمد عليها أوبك بلس في اتخاذ القرارات، فإذا كان هنالك في زيادة في الإمدادات، وإحنا أصلا في السابق قبل لا يكون هنالك موضوع المحصولات الاستراتيجية المجموعة تتوقع زيادة في الإمداد في الربع الأول من العام القادم، هذا قد يسبب في الأخير زيادة في المخزونات التجارية فحينعكس في الأخير على الأسواق، فأعتقد أنه المجموعة مسبقاً أنا كنت بتصور من مسبقاً أنه العام القادم ما نشاهد كمية 400 ألف برميل شهرياً، الآن عندنا مسألة زيادة المخزونات أو السحب من المخزونات، فهذه قد نوعاً ما تضع أي متغير آخر على الساحة، بحيث أنه قد يكون هناك تغير في استراتيجية أوبك بلس، لكن من ناحية الأبعاد السياسية ما أتصور، لأنها في الأخير نبي نرجع زيادة الموازنة الأسواق والعوامل الاقتصادية اللي تحدد قرارات المجموعة في السنوات القادمة. شكرا جزيلا على هذه المقابلة دكتور يوسف الشمري، رئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن، أهلا بك.